أكيد زينة، فقرتنا الأخيرة بتحكي عن جمعية سورية للاستكشاف واللي انتهت من تنفيذ نشاطين قامت فيهم خلال شهر أيلول، منهم معسكر المنارة والذي أقيم بتاريخ 1 أيلول 2017 والثاني مسير مرصد 45 بكسب. لنحكي أكثر عن نتائج هالنشاطين بصيرنا نستقبل معنا بصباحنا غير اليوم ماهر الجحلول المنسق الإعلامي بالجمعية السورية للاستكشاف والتوثيق، وسارة زكاري عضو بالكادر التنظيمي بالجمعية. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. يعني انتم عملتوا مسير بمرصد 45 بكسب واول ناس طلعتوا على قمه جبل سلندرين، كيف كانت هي الرحله عبر الاستكشاف؟ طبعا كيف كانت هي الرحله؟ شو كان الهدف منها؟ تحكوا لنا شو صار معكم. هلا خلينا نكون يعني بس لنظبط هيك معلومه صغيره، احنا مو اول ناس طلعنا على قمه الجبل بالاستكشاف، اول ناس فتنا بهذا الحجم، يعني ب 300 شخص قدرنا نفوت بعمق الغابه بعمق الطبيعه الموجوده هناك. نحن صراحه هدفنا كان الهدف الاهم والاول هو مثل خلينا نقول احتفاليه بذكرى حرب 6 تشرين، اللي هو نرفع نحن العلم السوري على اعلى قمه موجوده بجبال الساحل اللي هي نحن على الحدود المباشره لتركيا. فنحن حاولنا انه يكون هو هدفنا الاساسي انه نحن نرفع العلم السوري على هي القمه ضمن نشاطنا الاستكشافي اللي موجود هو هناك، حتى انه نفوت نحن بقلب الغابه، نفوت بقلب الطبيعه الموجوده هناك، نوثق الطبيعه، نوثق كل اثار سلبيه كانت ان كانت ب يعني وراء هي الحرب اللي كانت صايره هناك او المشاكل اللي كانت عم تصير، او اذا كان في شيء مثل تطورات وتعديلات على الخريطه الطبيعيه خلينا نسميها او الخريطه السياحيه. طبعا المنطقه صار لها فتره هي طالعه من الخريطه السياحيه السوريه، فنحن عم نحاول نشجع العالم انه ترجع عليها، السياحه ترجع الداخليه، تطلع لهنيك السياحه الداخليه تماما. يمكن هلا رح نحكي بتفصيل اكثر عن المسير وفعالياتكم ونشاطاتكم، بس خلونا نتابع مقتطفات من مسير مرصد 45 ونرجع نتابع حديثنا معه. يعني بعد ما سمعنا هذا الحكي نور صرنا تمنينا لو رحنا معهم على وشفنا الطبيعة الساحرة. المسير القادم، المسير القادم خلاص إن شاء الله. سارة احكي لنا، يعني 300 متطوع كنتوا عدد كبير، يعني أنه بالنسبة لمسير، فكيف قدرتوا تنظموا العدد؟ كيف صارت معكم مشاكل؟ صارت معكم مواقف تحكي لنا عنها؟ هلأ نحن الجمعية أول حدا بفوت على البرية، برية ما حدا فايت عليها قبل مرة بهذا العدد، يعني أي حدا معه تنظيم ما بفوت اكثر من 70 شخص. كنتوا منظمين ولا صارت فوضى؟ هلا لا نحن كثير كنا منظمين، نحن كنا مقسمين لفرق وكان معنا اول الخط، كان عندنا خطه فريق الفا وفريق بتا، بس نحن مع لعده اسباب انتقلنا لفريق طوارئ اللي هو سميناه سيارة 101. السبب انه نحن كان معنا عده اسباب، انه تجهيزات المتطوعين ومعداتهم كان فيها كثير اخطاء،
كمان نحن الاصابات الشديده تجاوزت 200% والخفيفه كانت 6%، فنحن اضطرينا نروح على خط ثاني، ونحن هذا الخط كمان كنا بنعرفه يعني، فكان مدروس من قبل الجمعيه، فبس اضطرينا نحن نغير الخط، والتنظيم كان كثير منيح، و يعني نحن كان عندنا فرق اخلاق وفرق الظهير كمان كان كثير منظمه، وكثير كان التفاعل بين الناس والنشاط العالم كان كثير ماهر. خلينا نحكي معك قديش فعلا حلو مثل ما قالت ساره، انتم كنتوا مجموعه فئات يعني ما انا فئه معينه، كنتوا يمكن نظمين شغلكم، معكم فئه للطوارئ، فئه مشان اذا واجهتكم صعوبات، في تنظيم دقيق نوعا ما. خلينا نحكي قديش حلو فعلا يكون هيدا التنظيم موجود وهي الفئات موجوده، يعني كان عندكم فريق كامل متكامل بالمسير. هلا احنا بالشكل العام عندنا هيكليه تنظيميه كثير واضحه بالجمعيه، تمشي من قائد النشاط نزولا بتتفرع بشكل هرمي لنوصل لحد المتطوعين اللي هم مشاركين معنا، هي عباره عن القائد والنائب تبعه، عندك الفرق الى كمان قادتها الى الكادر التنظيمي تبعها، الى هن ناس مشرفين بالاضافه الى خلينا نسميهم مثل الوحدات اللي هي مرافقه دائما لكل النشاط، اللي هي مثل ما كنت عم تقولي هي وحدات الطوارئ، الامن والسلامه، الدعم الطبي، الاخلاء، اللي هن مرافقيننا ودائما هن على مدار ال 24 ساعه حتى بالليل هن دائما ناوبين عم يحاولوا يتابعوا ويأمنونا، إن كان التواصل مع الجهات الأمنية اللي هي كثير ساعدتنا بهذيك المنطقة وكثير سهلتنا دخولنا على كسب وساعدتنا كثير ضمن النشاط ضمن خط السير. طبعا كثير بنوجه لهم شكر لكل يعني كل قوات الجيش اللي كانت عم تساعدنا هنيك، بالاضافه لفريق الطوارئ بشكله الكامل بكل هيكليته اللي وضعين كان جميع الاحتمالات اللي ممكن تواجهكم. تمام، هو اللي كان عم يحط هي الخطط مثل ما كانت هلا عم تحكي، انه نحن في عندنا شويه حالات صارت معنا فنحن ما قدرنا نفوت بالخط اللي كنا مخططين له بسبب انه كان هو درجه صعوبته كثير عاليه، فنحن حاولنا ناخذ خط الطوارئ اللي هو مرسوم كان من فريق الطوارئ اللي هو كان مخطط له، وبلشنا نخلي العالم بهذا الاتجاه نتوجه بهذا الخط اللي كان عم تقول عليه اسمه سيارة. سارة خلينا ننتقل لنشاط ثاني هو معسكر المنارة، كمان نحكي الهدف من هذا المعسكر، شو حققتوه بعد الفترة اللي قضيتوها فيه؟ هلا نحن هدفنا كان بالمعسكر اول شيء نحن نضوي على قرية خربة ثلاثة اللي كانت كثير بحاجة لدعم، ما عندهم مي، ما عندهم كهرباء، ما عندهم خدميا عم تحكي. تمام، نحن كان هدفنا انه نضوي على هي القرية. كمان نحن رفعنا المنارة تبعنا اللي هي على منارة كانت، وكمان كان معنا جزيرة كمان كانت جنب قرب المعسكر، كمان طلعنا عليها واستكشفناها وقعدنا فيها. ماهر عم نشوف عبر الشاشة مقتطفات من المعسكر، وهي السنة الثانية لمعسكر المنارة، وكان معنا سابقا كمان من الجمعية بعض الأشخاص كمان حكوا لنا قديش كان في شغل بهيدا المعسكر، واستضفنا السنة الماضية في يمكن فرق نوعا ما، عم نشوف صور التحضيرات في فرق حتى بالتخطيط بالتنظيم بالخريطة المرسومة مثل المعسكرات يمكن العالمية اللي بنشوفها برا. هلا دائما احنا هدفنا بالجمعيه انه نضلنا عم نتطور، نضلنا عم نمشي خطوه لقدام، اي معسكر هو ما يكون شبيه باللي قبله، بالعكس يكون هو اهم واحسن. اي معسكر احنا بنطلع فيه له هدف له فكره. حضرتك طالب بالهندسه المعماريه، كنت مشرف على هذا المخطط. تمام، انا بحاول اني حتى احط خبرتي يعني اللي عم بكتسبها بالجامعه او اللي عم بكتسبها بالحياه العمليه ضمن الجمعيه، يعني اي شخص فينا هو عنده خبره، اي شخص عنده شيء بدراسته فهو بحاول يصبه بهي الجمعيه، هو هذا سر نجاحنا، يعني احنا بنحاول نضلنا عم نتطور فيه، نضلنا عم نمشي لقدام مثل ما كنت عم تقولي. احنا المعسكر السنه الماضيه غير هي المعسكر، هو هلا السنه عم يكون نقله، وان شاء الله السنه الجايه هو رح يكون النقله الاكبر لقدام. كانت عم تقول ساره انه احنا عندنا كان الاهداف اللي هي حققناها بالفعل، هي كانت استضفتونا من قبل المعسكر كنا حكينا فيها انه طالعين نحقق كذا، واحد اثنين ثلاثه اللي هن القريه الجزيره المناره المعسكر، وبالفعل نحن لما كانت عم تقول انه حققناهم رجعنا باعلى مناره، ضوينا على القريه، قدرنا ننجز شيء بالجزيره، قدرنا نمشي خطوه لقدام على القليله ولو كانت خطوه صغيره، بس بنقول نحن انجزنا، يعني ما فيك تقولي 100% انت رح تنجزيهم بثمان ايام، بس هن على مدار 10 سنين هن الخطوه الاولى اكيد هي تكون عم تعمل فارق قدام شوي شوي. يعني حطيتوا اهداف وتم تحقيق الاهداف اللي حطيتوها. ساره يعني انتم مختارين المسير، يعني ساعه
السير على الأقدام خلينا نحكي بأعداد كبيرة، ووصلتوا للمناطق اللي أنتم حاطينها ضمن الخطة اللي أنتم متجهين إلى. خلينا نحكي عن الصعوبات اللي واجهتكم بالمسير، في مواقف معينة بتتذكريها بهذا المعسكر ما رح تنسيها، إن كانت مؤلمة أو مضحكة، يعني بتحسي إنه بس بدك تتذكري هذا المعسكر؟ أنا دائما رح أتذكر هاي الحادثة أو الموقف. المعسكر ولا على المسير؟ على المسير. المسير هلا نحن اصعب هو يعني الخط كان كثير صعب بالنسبه للمتطوعين لانه هن جداد، يعني ما عندهم هي الخبره بالبريه اللي يعني نحن عندنا اياها، فكان في كثير صعوبات، يعني هن عندهم المشتركين نفسيا كان يحسوا انه كثير صعب، تحسيهم كثير، في ناس عندها فوبيا من المرتفعات، عندها صعبة هي لما تكوني مسير بالغابة أو معسكر بالغابة لمدة طويلة 7-8 أيام، أنت معزولة يمكن نوعا ما، بالمسير صعبة وبالمعسكر صعبة، يعني لما يكون في عالم معكم داخل جديد هو في عندك جهود تكون مبذولة ما كانت عم تكون سهلة، في هيك ردة فعل إنه أنا مثلا بدي أطلع مسير كمان صعب نوع. إيه بس هلا نحن الشيء الحلو إنه نحن المتطوعين اللي كانوا معنا كثير كانت روحهم عالية، نحن كثير قدرنا نساعدهم، يعني ما نقوا على التعب إنه تعبنا، هن تعبانين بس مبسوطين، يعني هي لذة التعب، عرفتي انه نحن عم نتعب على شيء بس وقت اللي بنوصل لهدفنا هن كانوا بقمة السعادة، وهي مغامرة كتير جديدة فاتوا فيها، ويعني صار عندهم هذا الحس انه هن عملوا شيء جديد، فاتوا بمغامرة، تخوفوا على تغلبوا على مخاوفهم، اللي عنده كان فوبيا خلص يعني مشي حاله خلص من الفوبيا بدون دكتور، تحدي الذات تماما، عم تطلعي بشخص عم تكتشفي حالك ضمنها، يعني في دائما الواحد يكون عنده مثل مسميه امكانات مخفيه عند الواحد بيكتشفها بس ينحط على المحك، فلما بينحطوا بهيك مكان اي شخص حتى نحن يعني اللي عندنا خبره احيانا عم نفوت على مناطق بتكون جديده علينا او يعني فيها تحدي بالنسبه لنا، حتى نحن لما بنحط على هذا المحك بنكتشف حالنا، بنكتشف شغلات جديده عنا نحن ما لنا حاطينها. هو هدف الاساس للجمعيه هو الاستكشاف والتوثيق. نشكركم على وجودكم معنا ونتمنى لكم التوفيق بنشاطاتكم القادمه والمسير الجاي، ان شاء الله نكون معكم اكيد. وانا بدي اشكركم، ويمكن لذه الاستكشاف عندكم هي اللي عم تعطي هي الحيويه والاراده لتكملوا بالشيء، واللي عم تعملوه شيء كثير حلو، موفقين وان شاء الله بنستضيفكم بنشاط قادمة. ان شاء الله، ونحن ناطرينكم ان شاء الله بنشاطاتنا القادمه تكونوا مرافقين يا رب. ان شاء الله، شكرا كثير لكم، نوصلنا لختام مشوار.